الاضطراب الذي شهدته الفترة الانتقالية الماضية كان وراءه المجلس العسكري. الإعلان الدستوري جاء ليحصن قرارات الرئيس، إعلان مؤقت بإقرار الدستور، يعني عمره كله أيام. لذلك الذين قالوا هذا انقلاب، هذا انقلاب فعلا. بيني وبينهم عروة وثقة لا تنفصل. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد فتحي رفاعي الطهطاوي بالسجن لمدة 3 سنوات. كيف أدخل معه القصر ولا أكون معه بالسجن؟